اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده قويه، وبمناسبه عيد الاضحى ولحمه العيد بترفرف، حبايب بيجيبوا لنا لحمه، جبران الخاطر، الجيران، القرايب، احنا المصريين فينا صفه جميله جدا بمناسبه عيد الاضحى، ما بشوفهاش في اي مكان في العالم، ما زال الباب يخبط نفتح نلاقي لفه لحمه، كيلو نص كيلو، الحمد لله اللي بيجي احنا راضين بيه. اللحمه بتيجي في العيد مش مفرومه، بتيجي مكعبات هبره، تقطيعه الجزار، تقطيعه عشوائيه، طبعا احنا عارفين العيد بيذبح ساعات رب الاسره هو اللي بيذبح او القرايب او جزار، فعندنا حته اللحمه عايزين نفرم لحمه مع بعض ونشوف نفرمها ازاي بطريقه سهله وبسيطه. فرمنا اللحمه، معانا كندوز ومعانا ضاني. انا شخصيا النهارده هعمل كفته ضاني على السيخ ونشوف هنعملها ازاي مع بعض، ومعانا مفروم كندوز هنطلع منه حواوشي ونطلع منه صينيه بطاطس بالبشاميل عشان الاطفال الحلوين اللي بيحبوا البشاميل. كنا نعمل مكرونه بالبشاميل، استاذه رحاب قالت لي كل يوم بنعمل مكرونه بشاميل، خلينا نعمل حاجه جديده، فانا معاكم في الجديد، انتوا عارفين انا بحب دايما الجديد. معانا بطاطس النهارده هنعملها بطريقه جديده النهارده، صينيه هي اسمها في المطبخ الغربي بطاطا جراتان باللحم المفروم، احنا هنسميها بطاطس بالبشاميل مع لحم مفرومه. تفاصيل كتيره في الحلقه وحاجات حلوه كده النهارده، ومعايا بمبار عايز اقول لحضراتكم بالخلطه المغازيه واخده مستكه واخده خضره المحشي، حاجه لطيفه وجميله. وهنخلينا طبعا نطلع فاصل صغير، ولكن بعد الفاصل حاجه مهمه جدا عايز اقولها، لما يكون عندك مفروم وعايزه تخزنيه في البيت تحط في الاعتبار ان المفروم ياخد الصدمه التبريديه في الديب فريزر، لان هو لو حطيتيه على ما يتجمد يا ست الكل هينزل الميه وتلاقي الطبق فيه ميه او دم وفيه لحم مفرومه، فلازم المفروم يتحط في ديب فريزر درجه التبريد عاليه جدا لو انت عايزه تخزن مفروم اسبوع او 10 ايام. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع للتفاصيل مع لحمه العيد، وكل سنه وانتم طيبين. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل. الشيف المغازي النهارده معاه مفروم ضاني وكندوز عشان ما حدش يزعل مننا. انا عندي الولاد ما بياكلوش الضاني، بس بضحك عليهم بقول لهم دي كندوز، ما بيعرفوهاش، خلي بالكم. فاحنا ممكن برضو نفس القصه، ولادنا في البيت دايما في البعض مش بيحب الضاني، ولو في جزار بتلاقيه بيفرم حته ليا ضاني مع الكندوز يتحول لضاني في الطعم، انما طبعا الموضوع حاجه ثانيه. فانا النهارده معايا بمبار، هعمل البمبار النهارده على طريقتي. مقاديره على الشاشة: خضرة المحشي، بصلة ناعمة، تومة، فصين من المستكة مع الحشوة بتاعة البمبار، ومعانا مية بتغلى على النار بوكي جرنيه، وتعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي بالرز المصري. البمبار يا مغازي ينفع نعمله برز بسمتي؟ لا، هو رز مصري علشان البمبار يبقى حلو. ونصيحة مني ما تحشيش البمبار للآخر، يعني الحشوة تبقى قليلة شوية، ولكن الخضره بتاعت البمبار لازم تتسبك على النار. تتسبك ازاي؟ انت بقى معلقه زيت على معلقه سمنه، من كل بيت ومن كل مطعم ومن كل اسره خلطه البمبار بتختلف. النهارده هنعملها بالخلطه المغازيه، نشوف نعملها ازاي مع بعض. طاسه على النار نحط فيها شويه زيت صغيرين، معلقه زبده صغيره، اللهم صل على النبي كده، حلو. ونمسك البصله الناعمه نحمرها مع فص توم حلو مع صوص طماطم حلو، تسبيكة يعني، حلو؟ اه زي الفل. خلي ده هنا تسبيكة بتاعت البمبار، اه حلو، اللهم صل على النبي، وفص التوم الحلو. أنا عارف إنك أنت هتعمل البمبار أحسن مني، أنا مش بحبه، بس مش معناته إنك أنت مش بتحب الكوارع ما تعمليش لجوزك الكوارع، مش بتحب العكاوي ما تعمليش عكاوي، مش بتحب الحواوشي ما تعمليش حواوشي، لا تعملي. اه انا هعمل بمبار اجتهد ان انا اعمله، بس انتوا بتبقى اشطر مني في عمايله. اه نشوف الحله اللي على النار اللي بتغلي دي كده فيها ايه. اللهم صل على النبي، فيها ميه بتغلي على النار، فيها جزر، فيها كرفس، فيها بصل، فيها حبهان، فيها ورق لورو. جيبوها لي يا شباب، صباح الفل، كل سنه وانتم طيبين. الميه بتغلي على النار، فيها كل حاجه حلوه. تقدري تعملي حاجه لطيفه كمان، تجيبي حته ليا ضاني تحطيها في قلب الشوربه دي تديها طعم. اهي الشوربه، دي شوربه الممبار اللي انا هحط فيها الممبار، وحطيتها في مصفى عشان بعد ما يستوي اصفيه كده واطلع بيه زي الفل. اهو اهو حله كده كانك هتسلقي مكرونه، فيها جزر، طبعا مش بنحط جزر للمكرونه، وفيها كرات، وفيها حبهان، وفيها ورق لورو، وفيها كرفس،
وفيها كمان مستكة ومظبط الشوربة على الآخر. هي دي الشوربة السر بتاع الممبار. هناخد البصلية التحميرة الحلوة دي كده، أشم ريحتها أشم ريحتها، ما تخليهاش بصلة نية بتاعة الممبار، أنا مش بحبها تكون نية، مع الفص التوم المحترم. لا مش هنحط لحم مفرومة، مفرومة مين وأنا بعمل إيه؟ ده أنا هنعمل ممبار ده ما بياخدش مفروم، هنحط الرز أهو. لا لا أنا مش بحب لو حطيت حلو. والسؤال ده سؤال جانا من الكنترول دلوقتي، شيف مغازي ينفع أعمل ممبار ني في ني؟ لا، علل ولماذا، ما تقولش لا وخلاص. الخبرة الطهوية فين دي بقى؟ لأن إحنا لو حطيناه ني يعني البصلة نية يعني الخضار ني، هنقفل الممبار ده ينزل في المية، لما نيجي ناكله هتشمي الصنانة بتاعة البصلة والخضار مع بعض لأن ده مقفول، فالتسوية دي مهمة جدا. بالخلطة المغازية فين الشبت؟ فين الكزبرة؟ فين البقدونس؟ الثلاثي المرح. طبعا البطل سمير غانم والضيف أحمد وجورج رحمة الله عليهم، أنا مسميهم ثلاثي أضواء المسرح، أنا مسمي كمان الخضار اللي هو البقدونس والشبت والكزبرة الثلاثي المرح للمحشي للممبار للحاجات الحلوه اللي بنعملها اللطيفه الحلوه، ودي من اسرار المطبخ المصري. على النار تسبيكه كده. البهارات بتاعت الممبار ايه بقى؟ حلوه قوي. بهاراتك الحلوه، والله في ناس تحط بهارات كركم، في ناس تحط بابريكا، في ناس تحط كمون، ده اساس الكمون اهوت، حط شويه كركم حلوين، حلو، بتاعتك انت بقى، بتاعتك. هنحط فلفل وملح، ده اساسي. وكتري الملح شويه، الفلفل سوري، عشان يبقى سبايسي شويه في الطعم. عايزه تقطعي قرن فلفل حار وجوزك يحب الحار، اهلا وسهلا، انت ومزاجك بقى. الممبار ده لو له قاعده ولا اي حاجه، بس ايه الجديد يا مغازي بتاعك اللي اتعودنا عليه؟ فص المستكه اللي هو هيعيش جوه الحشوه، خلي بالك، ومع الميه اللي بتغلي على النار، فانا شامم ريحه الشوربه جميله جدا، ومقطع حته ليا ضاني قلبه ريحه الحله مديها طعم الايه؟ الضاني. شفت الحشوه دي كده؟ يلا 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 ننزل بصوص طماطم اهو. اللهم صل على النبي، صوص طماطم وعصره ليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا حطيتي بقى صوص طماطم لازم تحطي معلقه سكر عشان الحموضه، عشان الراجل كده ايه والاسره تاكل من الممبار ده ما يحسش فيه اي حموضه. معلقه سكر حلوه وعصره ليمون محترمه، حلو قوي. نقلب الخليط ده كده مع بعضه. دي حطيت ليمون عشان الحموضه. دي الحشوه بتاعت الممبار، دي المرحله الصعبه، المرحله السهله جايه بقى. بنجيب الممبار يتقلب. يعني ايه يتقلب؟ يعني شيله كده، جيبوا لي ده يا شباب، ده الممبار اهو. اللهم صل على النبي. ده بيتفتح طبعا وبيتحشي عيني اهو اهو. ده الممبار بيتحط في ميه بليمون بخل، ميه بليمون بخل. دي حلويات الخروف، حلويات الكندوز، حلويات الضاني حلويات الباري زي الفل. هنحشيها مع بعض كده الحشوه دي كده اهي. دي اهم حاجه. شيف مغازي عملت حشوه كتير غصب عني. اعمل فيها ايه؟ حلو قوي السؤال ده. الحشوه اللي هتبقى عندك يا اما تعملي شويه محشي، شويه شوربه كده من الشوربه اللي انا مجهزها، يا اما انك تسويها وتبقى طبق جانبي، مفيش اي مشكله. ليه حطيت شوربه يا شيف؟ مش لا انا بحب الرز واخد سكه السوى في الممبار علشان يطلع معايا بسرعه. بجيب طبق كده حلو، اللهم صل على النبي، ونشوف هنحشي ازاي بقى كده. الله، طبعا ده ايه كمان زي الفل اهو، شايفين مساعدين بتوع الشطار ده احنا حاشيين شويه بالشكل ده كده. ممبارية كبيره ايه رايكم نحط ده في البوكيه جرنيه بتاعنا يستوي عشان نكسب وقت واحنا شغالين مع بعض كده؟ لازم تكون الميه بتغلي، اوعى تحط الممبار في ميه مش بتغلي زي ما هو كده ينزل في الشوربه. اللهم صل على النبي وما يتمليش للاخر، ادي مساحه للرز المصري يفرد عضلاته جوه قطعه الممبار. يعني يفرد عضلاته يا عم الشيف واحنا بنلعب هنا كمال اجسام ولا مصارعه؟ لا، حبيت الرز دي غنيه بالنشويات طبعا بتنفش، فانت لو ملتيه للاخر ده هيفك منك ويفرقع منك في قلب الشوربه وانا بحط كده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ زي الفل.
تمام. ونغطي الحله بتاعتنا مع الكرفس ده هنحطه كمان، وسلايز الليمون ده نحطه كمان، ونسيبه يستوي، لان عندي شوربه لها شخصيتها، لها قوامها، لها طعمها بالمستكة والحبهان. واغطيه عم الشيف وناخد الحشوه بتاعتنا الحلوه دي كده اهي. ده ينفعش طبعا احشي الممبار غير لما تبرد للامانه، اه تبرد خالص بعد التسبيكه الحلوه والطعم ده كده، نبدا نحشي الممبار بتاعنا. خلونا نطلع فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل. انا بس حبيت ابين الخطوات السريعه البسيطه السهله لعمل ممبار النهارده بطريقه بسيطه للمبتدئين في المطبخ. انا عارف الامهات لما هتعمل الممبار هتعمله احسن مني، والسجق احسن مني. هي بتقعد بقى ما عندهاش مخرج وما عندهاش تصوير وما عندهاش كاميرات، فشغاله بمزاج كده، مشغله الاستاذ عبد الحليم العندليب، وانا كنت احب اخش المطبخ واشغل طبعا الفنان الكبير عبد الحليم واسمع كده الاغاني الحلوه وام كلثوم، وابدا ان انا ايه اعمل حاجه حلوه. تعالوا بنشوف الممبار كده اهو. طب تسيبونا احشي ممبار انا ونطلع فاصل؟ ايه رايكم؟ يلا سيبونا احشي ممبار باللحمه، لا ممبار بالخلطه المغازيه اللي عباره عن الرز وخلطه المحشي اللي احنا شفناها وفص المستكه والتتبيله الحلوه. بعد الفاصل نرجع لكفته مشويه على السيخ، وكمان صينيه بطاطس بالبشاميل اللي جميله جدا، وما ننساش الحواوشي الحلو للاطفال الحلوين سبايسي شويه علشان هم مش بيحبوه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، برضو معانا المفروم النهارده. طبعا الممبار احنا عشان وقت الحلقه بتاعتنا ونقعد نحشي، طبعا الخلطه لازم تبرد ولازم نقعد بقى نحشيه كده شياكه زي ما شفنا مع بعض. احنا محضرين شويه في قلب الشوربه هنا بيستوي. طب نبص عليهم كده، ايه الجمال والحلاوه دي؟ وتخلي بالك اوعى توطي النار على الممبار وهو بيستوي، الرز هيعجن منك، هيفك منك، هيبقى شكله مش لطيف خالص. انا هعمل دلوقتي حاجه حلوه قوي، عندي صينية بطاطس بالبشاميل هشتغل فيها لأن دي عايزة شوية شغل، وبعد كده معايا حواوشي ومعايا كفتة مشوية على السيخ، هنخليهم في الآخر دولت لأن دولت على طول هنحشي ونشوي على العين البوتاجاز، والكفتة عندنا هنتصبع واحد واثنين وثلاثة مع حضراتكم، فالموضوع بسيط وسهل. هنطلع بمقادير يا أستاذة رحاب صينية البطاطس بالبشاميل، أو صينية البطاطس باللحمة والبشاميل مع الجبنة عشان الأطفال الحلوين. مقاديرها على الشاشة، معانا لحم مفروم حلو قوي، ومعانا بطاطس متقطعه شرايح ومحمرينها نص تحميره، ومعانا بشاميل هنعمله على الشاشه، ولازم نعصج المفروم شويه. وانا لما اجي بتكلم عشان النهارده تعمدت اعمل معصج المفروم بتاع اضحيه العيد والضاني والكندوز له وقفه معانا. لما نيجي نعصج لحمه نعصجها ازاي؟ هو ده المطلوب. هنا البصلايه، انا بقى مع ايه؟ للامانه يعني بحب البصلايه تتحمر في التعصيج بتاع اللحم. احنا بس بنشرح هنا، هنا المدرسه. لما اجي اعصج لحم مفروم سواء لكوبيبه سواء لمكرونه بالبشاميل سواء لصينيه بطاطس عاملها دلوقتي، مهم جدا البصلايه تتحمر. البصلايه لما تتحمر مع التومه بتدي طعم للحمه، خلي بالك. وانت بتحمر البصلايه تعملي تركايه حلوه قوي، ايه هي؟ حط البهارات بتاعتك. هنا بقى واقفه، احنا بنعمل ايه؟ بنعمل مكرونه بالبشاميل، حلو، يبقى لازم زعتر. بنعمل بطاطس بالبشاميل، يبقى لازم زعتر. بنستخدم اللحمه دي لصينيه رواق حلوه او صينيه جلاش باللحمه المفرومه ايا كان، يبقى نستخدم الكمون والكزبره وبلاها الزعتر. الزعتر ده يتحط في حاله لو انا داخل على سكه البسطه او ان انا داخل على بعمل حاجه من المطبخ المصري. ده مهم جدا عشان نبقى ايه الطعم بتاعنا محتفظين بيه. حته اللحمه معاكي طازه مش محتاجه بهارات كتيره. بنحمر اللحمة كده، البصلية الحلوة زي الفل اهوت، بدأت البهارات هنا تديني طعم، شفت ازاي؟ اه 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 هي دي بقى الحدوتة اللي أنا شغال بيها دلوقتي. التوم فين أخباره؟ اه فص توم حلو كده، حلو. تعصيج اللحمة بالطريقة دي يا عم الشيف لو أنا هعمل مكرونة بصوص بولونيز. صوص بولونيز اللي هو إيه؟ طلينا مسمينه بولونيز صوص، ده بيتعمل عندهم بنوعين من اللحمة، اللحم الكندوز واللحم الضاني، او اللحم البقري واللحم الضاني، الاثنين بيتحدوا مع بعض
في قلب طاسة في التحمير عشان يدونا بولونيز صوص، يخش مع الاسباكيتي، يخش مع الكانونولي، يخش مع اللازانيا، يخش مع كل انواع المكرونه اللي بتاخد بولونيز. حلو الكلام ده، بيسموه الصلصات المهمه جدا في المطبخ الطلياني. هناخد اللحم الكندوز بتاعنا ده كده، اللهم صل على النبي اهو. حلو، اللحم مش عاجبني شكله، هيكلكع مني، هيبقى شكله وحش قوي. ايه ده يا شيف؟ طب انا طلعت المفروم ده من الديب فريزر ومستعجله، وقعدت اكسر اللحمه بالسكينه، واللحمه قاعده مجمده كتله من التلج طالعه، احمرها ازاي واعصجها ازاي؟ وارد، وحذاري تحط اللحم المجمد المفروم في الميكروويف وتفكيه، ده غلط ثم غلط ثم غلط. حلو، اسمعي كلامي، حلو، ما تعرضيش اللحم المفروم في الميكروويف للفك، خليها تفك في درجة حرارة المطبخ. اتزنقتي وعايزة تعملي محشي ومشكلة زي كده، اصبري عليها لغاية لما تفك، لغاية لما تفك بس وتبدأ تتكسر معاكي بالسكينة، اعتبريها هي دي اللي في الطاسة. أنا هخليكي دلوقتي تفكيها وتبقى عاملة زي البرغل أو زي الفريك في قلب الطاسة، بتركاية كده بسيطة حلوة. التحميرة دي كده في مثل يقول لك إيه؟ من جور السعيد. إيه يا عم سالم؟ من جور السعيد ايه؟ حلو، هو ده الكلام. الشيف هيقول ايه بقى ده بالمناسبه بقى؟ من جور السعيد يا سعد، حلو قوي. معايا شوربه الممبار، شوربه لحمه. طب لازم اعمل ممبار عشان اخد الجو اللي انت بتعمله؟ ميه مغليه من البراد بتاع الشاي. وفرت عليك يا السكه كلها. ميه مغليه من بتاعه الشاي، البراد بتاع الشاي اللي في المطبخ. بس اذا عندك شوربه زي دي كده انت احسن مني. عندك شوربه فراخ، اهلا وسهلا. عندك شوربه لحمه، اهلا وسهلا. باخد شويه شوربه زي كده، شفت اهو، هم دول اهو. على فين؟ على فين؟ على فين؟ على هنا يا عم الشيف، ونغطي الحله يا عم الشيف. ايه اللي بيحصل هنا في الكيمياء بقى؟ الشيف كان شاطر في الكيمياء قوي على فكره. الكيمياء اللي بتحصل هنا، البخار اللي بيطلع من شويه الشوربه دول اللي انا حطيتهم بيغلوا، بيطلعوا يفتتوا اللحم من بعضيها، يسلكوها من بعضيها. حلو ليه؟ البخار هيطلع، اللحمه تفك، نسبه الدهون التجميد بتاعها، هتلاقي اللحمه مجرد ما تقلبيها هتلاقيها فكت معاكي وبقت زي البرغل وزي الفريك زي ما انت عايزه، هتبقى فكت من بعضيها لو انت مطلعاها من الديب فريزر مجمد. سيبها كده بالشكل ده كده. طب مش عايزه تحطي ميه، حطي معلقه طماطم مبشوره. حلو، ده بديل برضه حسب الرغبه، بس انا لما حطيت شوربه انا كده ما حددتش اقامتها. لو حطيت طماطم يبقى انا حددت اقامتها. انا مش عايز مفروم اعصج مفروم، احشيه سمبوسه، احشيه الحشوات تانية، فمش لازم احط صوص طماطم، فاحط ايه؟ شوربه، او احط ميه مغليه كده. خلاص اللحمه جاهزه على النار. تعالوا نعمل مع بعض شويه بشاميل. هنعمل بشاميل ازاي؟ بتاع المكرونه، بتاع البطاطس، حل على النار. حلو الكلام، وهنحط معلقه من السمنه ومعلقه من الزبده، ونعمل شويه وايت صوص كده خفاف لطاف حلوين مع بعض. ادي الطاسه، حلو، ومعانا معلقه من الدقيق. فين الدقيق يا عم الشيف؟ زي الفل. وايت صوص خفيف انا حابه علشان نعمل صينيه بطاطس للاولاد بيحبوها، وهم طبعا في العيد، في اجازات العيد قاعدين مستمتعين مع الأسرة الجميلة الحلوة، بابي وماما والأهل. حلو، نقلب كده السمنة مع الدقيق بتاعنا، معانا مكعبين من الزبدة. حلو، النار شديدة تمام زي الفل. نبص على المفروم، عينيا نبص على المفروم. إيه أخباره بقى؟ أنت بتضحك علينا ولا إيه يا شيف؟ صلي على الحبيب يا طيب قلبك يطيب. شفت؟ معايا فرسان التلفزيون المصري، الاساتذه المصورين حبايبي، كل سنه وانتم طيبين. شفت اللحم فك ازاي؟ ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ما كلكعش، ما بقاش كتل، ما اجيش اكل مكرونه بشاميل الاقي طالع لي في المعلقه كوره من اللحمه المفرومه خالص، فك اهو زي الفل وتمام التمام. شفت ازاي؟ عايزاه بقى تعمليه بقى البطاطس، حط صوص طماطم. عايزاه تعمليه لسمبوسه، سيبيه لما يستوي كده وزي الفل، وتشيليه وتخليه يبرد على جنب، انت بقى صاحبه القرار. شفت اللحم المفروم زي الفل. اللهم صل على النبي، ودسم. ده لحم كندوز، ونصيحه مني، لما تفرم اللحم المفروم عند الجزار حددي اقامته. عايزاه الكوبيبه تفرميه ناعم، حشوات مثلا تقيله زي مكرونه البشاميل تبقى الفرمه الخشنه تبقى حلو. هنحط شويه صوص طماطم هنا كده مع معلقه معجون طماطم تبقى لطيفه وحلوه.
ادي صوص الطماطم، اللهم صل على النبي. وطالما اتفقنا مع بعض حاطين صوص طماطم، بنحط معلقه سكر ومعلقه معجون طماطم حلوه. الله، شويه معصج. تقدري تعمليهم مكرونه بولونيز، تقدري تعمليهم مع صينيه بطاطس عاملها دلوقتي، عايزه تعملي مكرونه بشاميل لاولادك، عايزه تعملي لازانيا، كل ده معانا شغال اهو. اسيبها على النار تتسبك على ما اشوف ايه حكايه وقصه البشاميل. طبعا هنا البمبار في النار، نبص عليه كده حبايبي، فرسان التلفزيون المصري، شوف المباراة اخباره ايه، نرفع بحاجه كبيره كده. يلا يا حبايبي، قال لك ايه؟ ما بيعرفش يحشي. او 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 ايه ده ايه اللي طالع من الحله ده يا عمري يا عمري؟ او 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 يلا، اللهم صل على النبي. او او هو ده. او تاني كمان، تاني كمان، هو ده. او او المصفه كبيره، بسم الله ما شاء الله، عايز لها 3 4 كيلو. اهو حاطط قرن فلفل حار مع جزريه مع كرات مع كرفس مع حبهان مع فص مستكه. البنبار طالع بيتكلم مصري. اهو حلو قوي، يسيبه يكمل سوا. نشوف الخلطه اخبارها ايه. اهو زي الفل. اهو ده، بعمل شويه بشاميل كده خفاف، اللهم صل على النبي. اهو 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 هو ده. اهو الحليب فين؟ ايه الحليب؟ اهو خلي بالك انا عامل تركية دلوقتي، ركزي معايا، ما تسرحيش بالتليفون اللي في ايدك. انا عارف العيد بنعيد بقى وكلنا قاعدين ماسكين نبعت مسجات وحاجات زي اللي احنا عارفينها. هعمل تركية دلوقتي، ركزي فيها. تساوي مليون جنيه، تساوي المصروف اللي خدتيه كله. ركزي معايا عشان اعملها دلوقتي. اساتذه المصورين حبايبي، فرسان التلفزيون المصري، ايه التركية؟ ايه التركية يا شيف؟ يلا سريعا سريعا سريعا. اللهم صل على النبي. شايفين البشاميل؟ ايه التركية يا مغازي؟ استعجلنا. ايه هي؟ لا يهو، غيره. يلا حذر فذر، هو ده. هناخد شوية شوربة بتاعت المنبار، هو ده. فيها مستكة وفيها اخضر وفيها كرفس وفيها حبان وفيها ورق لورا وفيها القلب الحلو وفيها الطيبة وفيها الدلع وفيها جبران الخاطر. حتة اللحمة اللي جات لنا هدية النهاردة. ونقلب البشاميل، لو لفيت العالم كله مش هتلاقي بشاميل بالطعم ده. كسبت، جبت مكسبات طعم من واليه زي ما بيقولوا. واقلب كده البشاميل بتاعي. شويه بشاميل يتدرسوا. يلا نرفع فوق نشوف الدنيا. يلا ارفع، هو ده. يا شباب جيبوا هنا يا حبايبي، صباح الفل. استاذه المصورين حبايبي، رجالتي، فرسان التلفزيون، ايه الحلاوه دي؟ بص عليه كده، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه. شفتوا البشاميل؟ يلا ايه الحلاوه؟ شايفين اللون الحلو ده كده؟ الطعم هنا مش موجود غير على ده. الطعم جه منين؟ شويه الحليب والدقيق الزبده، حلو. جيت رايح على الحله اللي جنبي ومن جور السعيد يسعد، خدت منها شويه شوربه ادتني القوام ده. نخلي دول كده على جنب ونجيب صينية محترمة كده، وتعالوا نشوف ازاي هنعمل صينية بطاطس لطيفة جميلة. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ اخد البطاطس دي كده، يلا يا شباب، ورص كده شوية. اللهم صل على النبي. اهو بطاطس بجيبها تتقشر، تتقطع يعني سميكة شوية عن الشيبسي. وبعدين بعمل ايه يا عم الشيف؟ بعمل ايه يا عم الشيف؟ بعمل ايه يا عم الشيف؟ بحط اللحمة المفرومة. اللحمة المفرومة. المتعصج. لا اصبر على رزقك. الله، انت بنت حلال، جيتي كانت على لساني. قال لك دواني ولا تنساني. هو ده هو ده هو ده هو ده. هو ده. أو 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 أو. حلو قوي. ننزل بالمفروم. يا ويلي على المفروم. الف انا وشيف. الصينيه دي بصراحه ينضرب لها تعظيم سلام. فيها كل حاجه. يلا يلا، هو ده هو ده. وفيها اللحم المفروم، واخد ايه حقه في السوى. برضو خد شويه شوربه من عينيا. حاضر، وندوقك منها كمان يا فندم، تحت امرك. ونرص البطاطس دي كده. نعم، ممكن
ممكن يا عمير، بيقول لي ينفع نعمل الكوسه بالطريقه دي؟ اه، جيب الكوسه الكبيره، تتقطع الكوسه، تاخد حمام بخار، بعد حمام البخار يعني تتسلق نص سلقه، نرش عليها شويه دقيق، ونفس الطريقه بدل ما بنرص بطاطس نرص كوسه. هو ده الكلام. لو عايزه تعملي صينيه كوسه بالبشاميل. اه، سؤال حلو عجبني للامانه. التركيه اللي جايه بقى، التركيه اللي جايه، وفي سرك صلى على الحبيب قلبك يطيب. هتعمل ايه يا عم الشيف؟ احط شويه جبنه موزاريلا، الله الله، وشويه حليب، الله، هي دي التركيه، حليب وجبنه، اه زي الفل، وعندي بيضه، الله، اه هرب غذائي. يلا يلا، هو ده، ونقلب دول مع بعض على فين يا شيف بعد كده واحنا مع بعض المضرب اهو. يلا اهو، يلا، جبنه موزاريلا، بيضه وحليب، جبنه موزاريلا وبيضه وحليب، جبنه موزاريلا وبيضه وحليب، على فين؟ على فين؟ حد يقول لي. اهو اهو اهو، نشوف القوام يا شيف، نشوف القوام قبل ما تحط. اهو اهو، للامانه عايزه شويه زعتر. هو ده هو ده. اهو يلا، على فين يا عم الشيف؟ اهو على فين؟ يلا ناخد ده زي ما هو كده. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، صلي على الحبيب. هو ده توزيع بالتساوي بالتساوي بالتساوي. صينية بطاطس بتتكلم مصري، فيها كل المحتويات، بروتين، نشويات، كربوهيدرات، اه، والنشا بتاع البطاطس ربنا سبحانه وتعالى نعمه كتير على الانسان، تمتص السموم اللي موجوده في الجسم. هناخد دي زي ما هي كده يا عم الشيف، وحد يقول لي بقى تتحط فين في الفرن؟ تتحط فين مكانها؟ لازم الهزه دي، اه لازم الهزه دي، اه اه. على فين يا عم الشيف؟ على فين؟ درجه حراره الفرن 180. حد يقول لي احطها فين عشان مش هافر غير لما تقولوا لي. حاضر عينيا، بس برضه هي تتحط هنا، اهو اهو، تاخد وش. بص عليها كده وصلي على الحبيب. صينيه بطاطس باللحمه المفرومه والبشاميل. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل مع شويه حواوشي حلوين. وما تزعلوش مني، انا بحب اهزر في الشغل واضحك علشان الريموت كنترول اللي في ايدك ده تخبيه في الاوضه التانيه اللي بعيده، وتحط القناه الاولى وبس لغايه لما الشيف المغذي يخلص. اوعى تروح بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، ما زلنا مع اسرار افكار جديده بمفروم الاضحيه. احنا اتفقنا لحمه العيد ما بتجيش مفرومه، ما حدش بيهادي، ما شفتش بصراحه حد بيهادي حد لحم مفرومه. طب وانا اداله مفرومه ليه؟ يمكن عايز يعملها كبسه، يمكن عايز يعملها مقلوبه، يمكن عايز يشويها وهكذا، فانت بتاخديها تفرميها. فانا بنصحك للامانه بجد، عشان في عشره حب بينا وفي عشق بقالنا سنين مع بعض، من مصروف البيت هتجيبي كبه او تجيبي مفرمه صغيره، خليها عندك في البيت هتنفعك. عايز تعملي حواوشي هتعملي، عايز تعملي بولونيز هتعملي، عايز تعملي كبيبه هتعملي، وهكذا من القبيل يعني. انا هعمل دلوقتي شويه حواوشي. حلو الكلام؟ الحواوشي ما يديروا على الشاشه يا استاذ رحاب بعد اذنك. لحمه مفرومه كندوز او ضاني، بس انا هعمله ضاني، بس هعمله بخلطه المغازي. حلو؟ لحم مفروم ضاني او كندوز، انا هعمله ضاني. عشان ما حدش يقول لك لازم ضاني يعني. حلو؟ ومعانا عيش، ومعانا البهارات بقى اللي قلبك بيحبها. البهارات دي بقى ممكن تكون ايه؟ فلفل حار، بصل، ثوم، زي ما انت عايزه. حلو؟ يلا كده ولع. هعمل تركايه كده هتدعوا لي يعني. هنجيب طاسه صغيره. انا عارف ان الرجاله اللي بتتابع الحلقه دلوقتي اشطر مني. في ايه بقى يا شيف؟ بيخش المطبخ يقول لك يا مدام انا هعمل النهارده رغيف حواوشي. فالست الطيبه بتوسع له السكه. فانا دلوقتي تعالوا نعمل مع بعض رغيف حواوشي. طاسه على النار. في حاجه بتضايقني قوي في رغيف الحواوشي بصراحه، هقول لكم عليها كده يعني. البصلايه لما تكون نيه جوه حته اللحمه، بحس ان انا باكل بصل ني مصنن له ريحه كده، وخاصه لما يكون الرغيف الحواوشي اتعمل بقاله وقت كبير، وبعد ما اتعمل يا عم الشيف اتركن في قلب الفريزر ولا اتركن في اي مكان، بيزعلني الموضوع. حلو؟ اه والله. انا باخد بس النار الشديده دي كده، معلش كده، ونخلي دي هنا نولع عليها كده.
وهعمل تركية دلوقتي دي مش هتلاقيها غير عند الشيف المغازي. ايه هي التركية يا مغازي؟ هعمل خلطة كده للرغيف الحواوشي. حلو الكلام اهو، معلقة السمنة كده تسيح زي الفل، معانا من المستكة صف فصين. كفاية، هخليكي تاكلي رغيف حواوشي ما اكلتوش في أي مكان. ونحط البصلية الحلوة بتاعت الرغيف الحواوشي ده، ونحط الفص التوم. مش هستنى التوم لما يتحمر، عشان التوم لو اتحمر هيمرر لي الايه رغيف الحواوشي بالشكل ده كده. اه شفت الجو ده كده؟ اه حلو قوي. ومعانا شويه كاري صغيرين كده، حلو قوي. ومعلقه معجون طماطم. التسبيكه دي مهمه جدا. اه شفت التعميره دي كده؟ اه رغيف حواوشي بقى متخدم. احنا ورانا حاجه، قاعدين في العيد في البيت، دخل جوزك، دخل ابنك الكبير ربنا يخليهولك، دخلت بنوتك الحلوه، وعايزه تعمل رغيف حواوشي غير اللي بتاكله بره في السوق. تعمله بنفس الطريقه اللي انا بشتغل بيها دي كده، معلقه سكر صغيره. حاضر. بيقول لي البطاطس اللي في الفرن، ادي رشه السكر، نبص عليها كده. اللهم صل على النبي. لسه شويه، بصوا عليها معايا ولا انا لوحدي؟ يلا يلا العب يا سمك. هلا هلا، هو ده. بصة صينية بطاطس بالبشاميل واللحمة بتتكلم مصر. حلو، هناخد الخلطة الحلوة دي كده. اللهم صل على النبي. الخلطة دي بقى هي السر. معانا المفروم بتاعنا سواء ضاني أو كندوز. البهارات إيه يا عم الشيف بقى؟ صلي على الحبيب قلبك يطيب. شوية زعتر حلوين. عايزاه سبايسي، بتكتري من الشطة. دي مش شطة، دي بابريكا. شوية كركم صغيرين. كل دول في الخلطه بتاعتي. فلفل اسود بحبه مع الحواوشي كتير كده. الملح بتاعنا الف هنا وشفا. نقلب دول كلهم مع بعض. هم بدل الموضوع. عكس بقى ما بيتعمل يتفرم كله مع بعضه زي الكفته. لا انا عايز الجو ده. جربي الطريقه دي وشوفي لي قولي رايك فيها ايه. احنا هنروح من بعض فين؟ معانا الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي، وانتوا بتتصلوا بيا. والله يا شيف انت عملت حاجه جريمه، عملت حاجه صح، عملت حاجه غلط، قولوا لي. وانا بقبل دايما راي الاخرين يعني. خلي بالك الخلطه دي حلوه قوي. بجيب صينيه بقى، اللهم صل على النبي، واحط فيها الخلطه دي يا عم الشيف. طياني حلو. الخلطه دي بقى واحط عليها اللحم المفروم. والله عايزه تعمليه كندوز اهلا وسهلا، عايزه تعمليه ضاني اهلا وسهلا. فانا معايا كندوز اهوت ومعايا ضاني، هاخد شويه من هنا وشويه من هنا عشان ما حدش يزعل. اهو الليمون ده مش عايزه، ومعايا حته ضاني حلوه اهو، لان احنا في العيد بيبقى عندنا ده وده، ده الطبيعي. ناخد الخلطه دي يا عم الشيف. يلا يا شباب، صباح الفل، فرسان التلفزيون المصري. وناخد الحلاوه دي كده، الحلاوه دي كده اهو على حته اللحمه بتاعتي. دي والله الفكره جديده يا عم الشيف. هو ده الفكره. هنا بقى في ايه؟ عينيا. الفكره دي في ايه بقى هنا؟ ان انا ما بحبش البصلايه نيه في قلب الرغيف الحواوشي، انا مش بحبها. دولت بقى ما ينفعش، دول لازم اعجنهم بايدي، لازم بايدي. حلو. فيها الملح، فيها التوابل، فيها سخنه تستاهل. ونجيب بقى الرغيف العيش الحلو الكبير الصغير زي ما انت عايزه. طب يا شيف مغازي انت حطيت ليه مستكه؟ حلو قوي، محدش سالني. الاطفال والاولاد وانا منهم كنت اشم ريحه الضاني اقول ده زفر. هو ريحته كده الضاني، خلي بالك ريحته كده زي الجمبري لما بتشويه على الجريلا، بيبقى له ريحه، بيبقى ريحه الجمبري كده والفوسفور واليود بتاع البحر. بتقول ايه ده؟ ده جمبري؟ ده ريحته؟ لا ده هو كده الريحه. لو مش الريحه دي ما يبقاش جمبري. الضاني لو ما فيهوش الريحه ديت ما يبقاش ضاني. شفت حته اللحمه لونها احمر؟ تتاكل نيه زي اخواننا اللبنانيين لما بياكلوا كده الكبيبه النيه او الكبه النيه. تتعمل ازاي دي يا مغازي؟ حته لحمه من عند الجزار لسه مدبوحه سخنه، واحنا عندنا اللحمه لسه طازه. نجيبها هبره من غير اي دهون، حته كده من الفخده، ضاني او كندوز زي ما انت عايزه، ولكن يفضل ان هي تكون ضاني من الفخده. ناخدها ما فيهاش اي دهون وتتفرم ناعمه قوي 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 قوي، تبقى ملبن. حلو الكلام؟ او كريمي. بنجيب عين جمل نفرمها معاها، معلقه بقسماط نفرمها معاها، ملح وفلفل ورقتين نعناع حلوين اخضر نفرمهم معاها. اصبحت دي الكبه النيه.
نقلبها ونحطها في الطبق، بنحط عليها شوية زيت زيتون أو بنقدم معاها فجل وسلطة فتوش وتبقى لطيفة. أدي رغيف الحواوشي بتاعي على السوشيال ميديا. تعالوا بقى نحشي مع بعض الإيه؟ العيش كده. معانا صينية حلوة. اللهم صل على النبي. والله دورت على العيش ده الصبح لقيته. أنا لازم أعمل الكمية دي النهاردة، وآخد اللقمة دي كده. وخلي بالك ما تحشاش جامد، هي لقمة كده تتاكل بق واحد. تاني مع بعض، يلا يلا يا شباب. رغيف الحواوشي، مين حواوشي بيسموه. شفت أنا بعمل إيه؟ يلا، وحطها فوقها على طول عشان تاخد من الإيه؟ من الخير بتاعها. عيني، حاضر حاضر. السحبة دي مهمة. حد يصدق ان الخلطه اللي جوه الحواوشي دي مستويه؟ والله العظيم تتاكل نيه. لو حته اللحمه طازه وسخنه تتاكل نيه. حذاري بقى انك تحطي البصل ني في الحواوشي. زي ما عملت البمبار كده، سبكت الخلطه بتاعته وحشيت البمبار. حاضر. عينيا، بيفكرني بصينيه البطاطس. ابن حلال، ابن كل ده علشان تاكل من الحواوشي؟ ابن حلال. نطلع دي من النار. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ مكانها هنا حلو. طلع لك صينيه دلوقتي بتتكلم مصري. طلع لك هنا عينيا. لا 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 لا، صلي على الحبيب. قلبك يطيب، هو ده. فطيره يا اخوانا، فطيره فطيره. الف انا وشيفه اللي ياكل منها. بتعمل ايه يا شيف؟ بجود حته زبده كده. يا 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 يا، شفت القرمشة دي؟ القرمشة دي زي الفل. تمام، اشتغل مع بعض. يلا، لا شو سامعيني، جيب لي الصوت بتاع البطاطس وهي بتغلي مع اللحمة المفرومة. سورة الله عليك، اهو هشيلها من هنا خالص اهو. زي الفل حبيبي حبيبي حبيبي. معانا طاسة على النار. حلو، حط اللحمة كده. هتوصف الرغيف؟ والله العظيم انت ابن انا لو كترت اللحمه جوه الرغيف مبقاش له طعم. الرغيف الحواوشي له طعم لما تكون اللحمه قليله في الرغيف، عشان يقرمش وتبقى طعم اللقمه مع اللحمه، ما تحسش انك بتاكل برجر. اصل يقول لك ايه الرغيف لا لا لا، الحواوشي يعني مش بعض المحلات يعني بتعزم، يعني بلاقي حته اللحمه في قلب الرغيف كاني باكل برجر. انا عايز اكل حواوشي، لقمه كده متغمسه لحمه. مع انه قلت لهم فتحوا لي العيش ده عشان احشي على طول، لان عمير بيقول لي الشيف ما بيعرفش يحشي. ده حبيبي عمير، ده حبيبي من زمان. محروم من المنبار، محروم من المنبار، محروم. برضه لا، طب لازم والله العظيم لازم تاكل، لازم تاكلوا من احنا على فكره برضه عشان تعرفوا كل عام وحضراتكم بخير كفريق عمل، يعني برضه بنقعد العيد اصطبحنا مع بعض، كنا الفتة وبنعمل الحواوشي ده وبنفطر مع بعض، ودي حاجة حلوة لأن اللي بيبقى عايز في برضه بتبقى ملاحظات في العمل وكل حاجة، من الإخراج للفنيين للأساتذة المصورين اللي أنا بعذرهم الريحة في الاستوديو بصراحة أكتر حد بيتعب معانا. طاسة على النار، بنحط شوية زيت. وأبدأ أحمر الحواوشي ده. لا دي مش تاخد وقت كتير في السوى، أنا مش ماليها. يلا عينيا. زي الفل. اللهم صل على النبي. لسه ما خلصتش. واحده كمان هنا. هعمل تركايه دلوقتي والله العظيم هتدعي لي. صلي على الحبيب، قلبك يطيب. يلا يلا نصلي على الحبيب. شوف انا اعمل ايه. يلا. شفت التركايه دي؟ ايه ده يا شيخ؟ ايه اللي بتعمله ده؟ هو ده. رشه ميه، قال لك رش الميه بقلاوه، رش الميه على الرغيف الحواوشي يطريه. بالشكل ده كده. خبره السنين. حلو، قالب. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اللقمه طريت معايا، اللقمه طريت معايا، والحته اللحمه تستوي معايا. شفت الحلاوه دي كده؟ يا ويلي يا ويلي يا ويلي. يلا يلا، طبق التقديم. فين طبق التقديم؟ اهو. انا دلوقتي هعمل كمان كفته مع حضراتكم. ايه الحلاوه دي يا شيف؟
ايه الحلاوه دي؟ حواوشي على طريقه المغازي. الله، مين حواوشي؟ ده الحواوشي البيتي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. واللقمه طريه. نعمل شويه كمان، نحط شويه كمان في الطاسه. دول معانا عشان الحبايب تاكل، وزيد من الحبايب احبها. رشه زيت صغيره. حاضر يا فندم. حلو. وننزل ده كده، هو ده. حواوشي النهارده حصريا، وهعمل دول كمان. ده الحواوشي ده عدله، يبقى لو انت بتعمليه لوحده كده، صحينا من النوم عايزين نتغدى غدا خفيف كده، الاولاد عايزين نروحوا النادي بسرعه، عايزين نخرج احنا واولادنا، نعمل ايه؟ طبق سلطه خضراء وصحن بطيخ بس، خلي السفره عليها ده بس، صحن سلطه خضراء او سلطه زبادي بالخيار وصحن بطيخ. هتدعي لي. انا ما بحبش على السفره حاجات كتيره، نشيل كل حاجه دي من هنا بقى عشان نوسع، عشان عايزين نعمل كفته مشويه على السيخ. اللهم صل على النبي، ونروق الدنيا كده. حلو، رشه الميه الجريئه، رشه الميه الجريئه. يلا 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 يلا، تركايه تركايه. اهي رش الميه مش عداوه، رش الميه طراوه. حلو قوي، تمام. اللهم صل على النبي. نشوف مع بعض استاذ رحاب مقادير الكفته المشويه على السيخ، مقاديرها على الشاشه. صلي على الحبيب، قلبك يطيب. حته لحمه ضاني، حلو قوي. ومعانا اسياخ خشبيه محطوطه في ميه علشان تقاوم درجه الحراره بتاعه الشوايه، سواء على الفحم، سواء في الطاسه، سواء على الجريلا. حلو الكلام، حلو الكلام. روق الدنيا كده. ومعانا بصله مفرومه ناعم، ممكن شويه ميه بصل، بهاراتك ملح وفلفل، وما تكتريش حاجات كتيره. ليه يا عم الشيف؟ علشان حته اللحمه طازه. الله الله. ما خدش وقت. عيني عيني. حاضر حاضر، ابن حلال. حاضر. شفت الجو ده كده؟ على نار شديده. زي الفل. طيب الكفته مع بعض سريعا كده عشان وقتنا. معانا وقت قد ايه يا شباب؟ ربنا مبارك. حلو حلو حلو، زي الفل. انا معايا طبعا مجهز ومحضر كفته مسيخه وجاهزه زي الفل. هعمل ايه بقى دلوقتي عشان وقتنا؟ لان قالوا لك معاك 3 دقايق. انت يا بختك بقى، مفيش مخرج معاكي ولا تصوير ولا عمير ولا حاجه. ليه؟ في مطبخك انت حر، تعملي اللي انت عايزاه. الطاسه دي على النار اهيت، وهشوي اللحمه دي كده. السياخ اللي معانا اهي زي الفل. اللهم صل على النبي اهي. يلا شوينا لحمه في العيد. اللهم صل على النبي. هو ده. تمام. طب هتتعمل ازاي دي يا عم الشيف؟ نشوف مع بعض تتعمل ازاي، بس خلونا نشيل رغيف الحواوشي من النار. اللهم صل على النبي. لا، واللقمه مستويه من جوه، متحمره، واخده البصمه. ممكن يدخلوا الفرن عادي، يتسوي في الفرن عادي ويتحمص عن كده عادي، مفيش مش. بس اللقمه اللي احنا بنعملها حواوشي دي يا استاذ رحاب ما تستحملش الفرن، هي اللقمه. وزي ما انا كده مغمسها لحمه، مغمسها لحمه. ادي طبق حواوشي، نغرف كمان طبق تاني على السفره. حلو. الكفته انا عملتها، والكفته انا هتكلم عنها قليل جدا لان انتوا شطار فيها، بس احنا طبعا دي ايه عاده يعني حلوه، لازم نعمل كفته مشويه في العيد. طب هتتعمل ازاي يا عم الشيف واحنا مع بعض كده؟ حالا دلوقتي. منت. الله. الف هنا وشيفة للي ياكل. عندك ماما، كلنا مع السن بيبقى موضوع السنان يعني، وموضوع الهضم، موضوع مضغ الطعام، بنحتاج الحاجة الطرية. حلو، ربنا يدي الصحة لكل الناس. فاللقمة الحواوشي هنا مش ناشف، مش مقرمش، اللقمة طرية ومقرمشة في نفس الوقت اهي. صورني معاها اهي اهي،
حواوشي على طريقه المغازي بالمستكة، نحطه هنا. اللهم صل على النبي. طب الكفته تعملها ازاي يا مغازي واحنا مع بعض كده سريعا؟ طاسه جبنا حته اللحمه بتاعتنا، اللهم صل على النبي. بتوصي الجزار ابن الحلال، يقول له عايزه حته لحمه مع الدوش زي دي كده. بص على حته اللحمه الدون اللي فيها، بالشكل ده كده. هعمل ايه؟ حته لحمه طازه وزي الفل، كل اللي انا هعمله احط عليها شويه ملح وشويه فلفل، وارفع ايدي من اي بهارات خالص. انا عايز استطعم اللحم الضان الحلو ده كده، ادي الملح وادي الفلفل للامانه بس خلاص. واحط عليها الامانه كمان بصلايه ناعمه صغيره كده زي الفل، مش لازم البصلايه، ميه البصل. شفتي؟ هو ده دي الكفته. حلو، الله، حلو قوي. ومعانا فص ثوم محترم ونقلب دول كلهم مع بعض. نقلب اللي على النار الاول. صلي على الحبيب. دي قدميها بقى مع عيش، قدميها مع رز بسمتي، قدميها مع مكرونه سباكيتي، حسب الرغبه. نقلب كده. نقول علامه مع بعض كده واحنا شغالين. علامه حلوه، علامه حلوه. بس عايز اعمل حاجه حلوه لحضراتكم كده سريعا. ناخد حته اللحمه دي كده واحنا شغالين مع بعض. المعلومه دي مهمه جدا. ايه هي المعلومه يا عم الشيف؟ احط ايدي واصابع ايدي كده الخمسه في حته اللحمه. علمت اصابع ايدي في حته اللحمه، اعرف ان هي جاهزه ان هي تتسيخ على السيخ. لازم تاخد التبريد. شفت الجو ده كده؟ تاني. شفتي؟ نجيب الاسياخ الخشبيه بتاعتنا. عينيا. طيب هنطلع اللحمه اللي في النار علشان نبدا احنا نسيخ مع بعض، وعلشان وقتنا كمان خلص ومطلوب مننا ان احنا نقدم الاكل بتاعنا ونعمل زي اخواننا الكبابجيه، دايما يجيب لك البقدونس والنعناع يغرف عليه اللحم. بس نصيحه مني، نحط بقدونس، نحط نعناع، ده يتغسل كويس اهو زي الفل. عايزاها بالفحم، بتعمل ايه يا عم الشيف؟ بتحط عليها فحم، فحمايه صغيره كده اهو. الله. كفته مشويه على السيخ. مش عايز اقول لك، تاكلي صوابع كوره. حلو قوي. الف انا وشيفه للي ياكل. ده عايز سوا شويه، عايز سوا شويه، نخليه في النار شويه. تمام. ونسيخ اللحمه مع بعضينا. يلا. حلقه النهارده التفاصيل، عملنا البمبار حلو، وبعد البمبار شفت انا بعمل ايه؟ بسيخ اللحمه اهو على السيخ. شفت الحته دي كده، الحركه دي كده اهو. تاني اهو الحركه دي كده، حته اللحمه في ايديا كده، بمسكها بايديا كده كده اهو، واحطها على السيخ كده اهو. شفت الحركه؟ الحركه دي اهي اهي اهي. شفت الحركه دي مطلوبه اهي اهي، اللي هم الصباع الكبير ده مع الصباع ده كده اهو. واحطها هنا. تاني مع بعض اهو. حته اللحمه كره في ايدي اهي قد البيضه اهي، وامسكها كده زي الفل. تمام، عشان تبقى ايه الحجم كله. واجي على السيخ كده، واجي حاططها في النص اهو. واجي فريتها الاول كده بايدي اهو، واقسمها بعد كده بقى، تاخد الشكل اللي حضراتكم متعودين عليه تشوفوه عند الحاتي اهو. بص ازاي اهو. وعيد الاضحى يعني لحمه مفرومه، يعني كبسه، يعني فته، يعني كفته مشويه على السيخ. سيبوني اكمل حته اللحمه الحلوه دي كده، ونستمتع مع شويه شاورما، ميني شاورما وحقوق الطبع لدينا، وبس صينيه بطاطس جامده جدا باللحمه المفرومه والجبنه والبشاميل. معانا البمبار اللي بيتكلم مصري، ومعانا النهارده المفروم بطرق متعدده وبافكار مميزه. وكل سنه وحضراتكم طيبين. رؤيه، فن، ابداع، بنشوفه في ايام عيد الاضحى. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.